يسعد اوقاتكم متابعيني على اليوتيوب من وين ما كنتوا عم تتابعوني. حبايبي اليوم جايب لكم طريقة تحضير جبنة بلدية. الطريقة كتير كتير سهلة واي حدا فيه يساويها بالبيت، ما بدكم غير منفحة وميزان حرارة وحليب طبيعي. هلا نحن عنا هون منفحة بودرة وميزان الحرارة، وعنا هون كلسات، كلسات نسائية ساق قصير. هاي الكلسات جديدة إسا، مش مستعملة ولا مرة. هلأ نحنا رح نحط الكلسات نغلية بالمي بنفس الوقت اللي عم نجهز فيه الحليب، ونعقمه لدرجة حرارة 67، ونرجع نبرد الحليب للحرارة 37. حبايبي بالنسبة للتعقيم بشكل عام، لازم أي شيء بدكم تستعملوه تعقموه. التعقيم هو عبارة عن درجة حرارة عالي، إن كان للحليب أو كان للمعدات اللي بدنا نستعملها. هلأ مثلا مثل نحن هون عنا ميزان حرارة، بنشوف درجة حرارة المي قديش صارت، يعني أقل شيء أقل شيء لازم تكون درجة الحرارة اللي بدنا نعقم عليها المعدات من بالسبعين، يعني بالنسبة للمعدات. أما الحليب ما فينا نعقمه أكثر من 67، كحد أقصى 70، حتى يضل عم يتفاعل مع المنفحة ويروب، لأنه إذا طلعت درجة حرارة الحليب فوق 70 ما عاد تلقطوا المنفحة وما عاد يصير. هلأ هون عنا الحليب، نحنا عم نعقم الحليب لدرجة حرارة 67، ومن بعدها بنرجع بنبرد الحليب على درجة حرارة 37. بنحط منفحة، طبعا مثل ما خبرتكم المقادير لكل 10 كيلو حليب غرام منفحة تقريبا من هاي المنفحة. هلأ أنا راح أعقم الحليب وأحط المنفحة وبرجع لكم بعد نص ساعة. حبايبي هيك بنكون رجعنا لكم بعد نص ساعة. هلأ بنروح نشوف الجبنة شو صار فيها. شايفين كيف صارت الجبنة مثل اللبن؟ يا جماعة أهم شيء وقت نكون عم نكسر الجبنة، خصوصا بأول دقيقتين ثلاثة، نتأنى على الجبنة قد ما فينا، بتكون الجبنة طرية وتصير بتفرط بسرعة. لازم نفرطها شوي شوي لحتى ما نخسر من جودة الجبنة. يعني لازم مدة الكسر تقريبا تكون ما بين الخمس دقائق والعشر دقائق. هلا انا لانه عم صور عم حاول اختصركم شوي بالوقت لحتى ما يضيق خلقكم الفيديو وتبطلوا تتابعوني. المهم ونحن عم نفرطها لازم الجبنة تصير ناعمة. هلأ رح وقف تصوير، كفي كسر وبرجع بكفي لكم تصوير. حبايبي هيك بنكون رجعنا لكم من بعد ما فرطنا الجبنة بهالشكل هذا، وهيك صارت ناعمة. شايفين كيف؟ هلأ من بعد ما فرطناها هيك وصارت ناعمة، بنتركها تقريبا شي 10 دقائق وبنرجع للخطوة الثانية. حبايبي وهيك بنكون رجعنا بعد تقريبا شي 10 دقائق، مثل ما انكم شايفين صار المصل من فوق والجبنة من تحت. هلا بنشيل المصل ومن بعد ما بنشيل المصل
نبلش نعبي الجبنه على الكنسات لحتى نساوي قوالب. يلا بخلص شيل المصل من الجبنه وبرجع اكفي لكم التصوير. تبادل من بعد ما صفينا الجبنه وصارت الجبنه بهالشكل هذا بهالقوام، هلا صار فينا نحطها نصبها بالكرسات مثل ما انتم شايفين. مثل اذا عم نعبي بكيس، شوفوا كيف. طبعا الحجم فيكم تتحكموا فيه انتم مثل ما بدكم. اهم شيء قبل ما نبلش برم لازم نتاكد انه ما ضل في جبنه على حراف الحراف. شوفوا كيف صارت. شايفين كيف؟ هلا انتم فيكم تشتغلوا مثلا تمشوا على عيار واحد، بس بده يكون في معكم حدا ثاني. مثلا بنجيب طاسه بنعير الطاسه الجبنه لحتى نطالع شكل القوالب موحد، يعني الوزن. هلا هيك بيطلع قالب صغير شوي، قالب كبير شوي، يعني نظريا نحن عم نشتغل هلا. بس اذا كان في حدا ثاني مثلا فينا مثلا يكون عندنا علبه عم نعبي فيها الجبنه وانا بكون عامل هيك تفضيله بالعلبه. كل ما غرمناها شوي نكبسها هيك كبسة ونرجع نعطيها شدي لفوق حتى نرجع نشدها كمان. شايفين كيف؟ هلا بس فكينا الجبنة من الكلسات، شوفوا كيف بيطلع شكل القالب كثير حلو. هاي الطريقة أي حدا فيه يستعملها يجربها، يعني ما بدها حرفية، ما بدها خبرة كثير. مثل ما انكم شايفين طريق تحضيرها كثير سهل. وهاي الجبنة هلا بالصيف تنطلب أكثر شيء بالنسبة لأنواع الجبنة مع البطيخ وهيك بياكلوها. متلبك شوي لانه لحالي عم اشتغل، لو كان في حدا معي عم يصب كان اسهل. مثلا انا بعمل هيك بكون مجهز العلبه وعم يصب لي فورا.
وبنفس الوقت بيطلع شكل وزن القوالب وحجمه الموحد. حبايبي وهيك بنكون خلصنا تعباية الجبنة بالكلسات. هلا باقي عندنا شغلة واحدة، بعد 10 دقائق بنرجع بنعيد عليهم. بعد 10 دقائق بنرجع بنعيد عليهم، بنعمل هالحركة هاي، شايفين كيف؟ بنشدها، شوفوا هذا الفراغ اللي ضل. يعني شايفين هيك؟ ما عاد تنشد أكثر من هيك. بنرجع بنتركها تقريبا كمان شي 10 دقائق لحتى ناخذ جبنه منشفي من المصل المليح. بس اهم شي حبايبي النقطه هاي كثير مهمه لازم تنتبهوا لها حتى ما يضل الجبنه ويصير يلزق على الكلسات. بس بدكم تبرموها، قبل ما تبرموها شدوها هيك، شايفين كيف؟ واعطوها هالبرمه هاي. حبايبي هلا نحن بالنسبة لهي الكمية اللي اعطيتكم اياها هون مشان الكلسات والمقادير خليكم عم تشتغلوا عليها، بس بالاضافة لهذا الشيء حبيت اضيف لكم على الفيديو شغلة ثانية. إذا كان متوفر عندكم قطع قماش بهالحجم هذا وبهالنوعية، طبعا نوعية القماشة هاي اسمها خام، عفوا هاي قماشة الصيني، هاي الخام. شوفوا كيف طريقة تعباي، هاي الطريقة للف قوالب العكاوة البلدي. حط الجبنة بالنص ونجمع الأربع زوايا ونلفها هيك. فيكم أنتم إذا مثلا ما بتعرفوا تلفوا اللف القالب بشكل كامل، لأنه في لفة أولى ولفة ثانية، فيكم أنتم مثلا هيك بهالطريقة هاي تجمعوا القالب بشكل منيح وتلفوه بهالطريقة هاي. هلا أنا راح لف لفة ثانية قدامكم. بتشوفوا اللفة الأولى واللفة الثانية معي، خليكم معنا وشوفوا الفيديو. هلا نحن لبين ما ينشفوا هدول من المصل عم نشتغل نوع ثاني، يعني شكل ثاني من نفس الجبنة. حبايبي هاي اللفة الثانية صعبة عليكم شوي، انتم اذا بدكم مثل هاي الجبنة يعني نفس الطعمة هاي بس بهذا الشكل، وهذا الشكل اي حدا بالبيت فيه يساوي. شوفوا رح لف قدامكم على البطيخ شوي، شايفين كيف؟ كبسي هذول الاصبعين، اعطيها البرمة هاي. Thank you.
حبالي هيك بنكون رجعنا تقريبا بعد شيء 10 دقائق. شوفوا قصة عم تاخذ شد الجبنة، يعني قصة بتنشد معنا. شوفوا كيف شفتوا قديش صار معها مجال ترجع تنشد. هلا شوفوا على هالشكل، عن جد الشكل القالب لحاله شيء بشهي. انا الصراحة بحب هذا الجبن، هذا الشكل اكثر من قالب العكاوة. هلا باقي عنا بس شي 5 دقائق 10 دقائق لبين ما نكون جهزنا وايه الملح وبنرجع لهم، قصدي بنرجع لكم كفي لكم تصوير شو بدنا نساوي بالمرحله الاخيره. خليكم معنا وشوفوا باقي الخطوات وباقي الفيديو. وبالنسبه لهدول اللي لفيناهم بشكل قوالب العكاوي، هلا بنكبسهم بشي شغله ثقيله، يعني شيء ثقيل يتجاوز ال يعني حوالي ال 20 15 20 كيلو تقريبا. كمان شي 10 دقائق ربع ساعة لحتى يكونوا نشفوا من المصل. حبايبي هيك بنكون رجعنا لكم من بعد تقريبا شي 10 دقائق، تكون الجبنة نشفت، بنكون معايرين مي وملح. هلا هون المي وملح، إذا ما كان عندكم ميزان ملح تزينوا درجة الملح مثل هذا. شوفوا نحن كيف نزين الدرجة، في هذا الميزان له درجات. هلا انتم اذا ما كان عندكم ميزان حرارة، عفوا ميزان ملح، تزينوا درجة الملح اللي بالمي يعني نسبة الملوحة. لاعطيكم مقادير بتمشوا عليها، لكل 50 لتر مي حطوا له 350 غرام ملح. تمام؟ تأكدوا انه داب الملح مليح، وقتها بتكون صارت المي جاهزة لهذا النوع من الجبنة. برجع بعيد 350 غرام ملح 5 لتر مي، هيك بتكون طلعت نفس الدرجة اللي أنا عم بشتغل عليها. هلا هون بدنا نفك الجبنة مثل ما انتم شايفين. شوفوا كيف طلعت. شايفين كيف؟ ما بس بتمنى، بنصحكم انكم تجربوا هالطريقة وراح تدعوا لي. مثل ما شفتوا كل شيء فينا يعني كل المعدات اللي بنحتاجها متوفرة بالبيت، بس بدنا من بعد ما بنحضر المجبني بدنا كلسات. وفكر بهالطريقة، شايفين كيف؟ هذا اكبر من القوالب البقيه مثل ما خبرتكم قبل شوي، لانه كنا عم نشتغل بدون طاسي وهيك. حبايبي هيك بنكون خلصنا الجبنه. هلا هون الجبنه بعد ما خلصنا القوالب بكون الجبنه صارت خالصه، يعني نص ساعه ساعه بصير فينا ناكل منها، بكون اخذت ملح وفينا نحطها بميه الملح لحتى بدنا ناكل منها مثلا ثاني يوم ثالث يوم. بس في شغله مهمه كثير لازم اخبركم عنها، هيدي الجبنه نوعها يعني نسبه الملح اللي فيها قليله، ونسبه الملح يعني الملح ما في، كيف بدي اخبركم؟ انه بشكل عام اي نوع جبنه بس تكون درجه الملح عاليه فيه بيكون يعني عمره اطول. مثلا مثل هاي الجبنه ما بتتحمل اكثر من 20 25 يوم بالبراد. ليش؟ لانه نسبه الملح فيها قليله. بينما المشللة والمجدولة والعكاوة تشيكة يعني بتتحمل بالبراد من 8 شهور لحد السنة. أما الأجبان اللي ملحها خفيف بيكون عمرها قصير. بتمنى أنه يكون الفيديو نال إعجابكم. لا تنسوا تحطوا لايك على الفيديو وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناة إذا كنتوا أول مرة بتشوفوا الفيديو. وكمان اذا كنتوا اول مره بتشوفوا الفيديو، في اكثر من فيديو
واكثر من طريقه تستفيدوا منها ان شاء الله، وبتمنى لكم التوفيق ويعطيكم الف عافيه.